بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا متابعينا ومشاهدينا في قناة خربشات، جبنا لكم فيديو جديد، سقوط الرنة في فخ الصياد. هنشوف ونتابع مع بعض. طبعا هنا رنة قدامكم، شوف هنا الصياد واخد وضع الاستعداد ويصول، وإصابة في مكان قاتل. هنتابع ونشوف. شوف 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 شوف، خلاص شوف هيسقط. سقط بالفعل، هنا واخد وضع الاستعداد وقدامه ذكر الرنة ويصور. شوف هنا شوف الإصابة، هنا بيجري الحيوان ويتكسر السهم ويمزج الأعضاء الداخلية للرنة. شوف هنا واخد وضع الاستعداد ومن فوق شجر. شوف هنا الصياد زي ما شايفين بيستهدف الرئتين والقلب، الأعضاء الحيوية للرنة. واخد وضع الاستعداد هنا وعامل كمين. شوف السهم يخترق الرنة بسهولة، شوف لاحظ. وهنا من فوق شجرة، شوف معظم بينصب الفخ من فوق الشجرة. شوف 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 يتخفى من فوق الشجرة. إصابة من فوق من مكان عالي. هنشوف تأثير السهم على الرن فوري. شوف هنا بعد الإصابة، شوف 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 شوف, شوف سقط. واخد وضع الاستعداد، ولاحظ هنا الصياد بيستهدف ذكور الرنة، وزنها أثقل والحفاظ برضو على الـ على على الـ على الـ على نسل الحيوان نفسه، ما بيستهدفش الإناث. شايفين قدامكم، شوف السهم يخترق الحيوان بسهولة. شوف لاحظ كيف العادة، شوف اخترق ونزل في التراب. شوف 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 يسقط. شوف شوف هنا يخترق بسهولة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وهنوعدكم بإذن الله تعالى الجاي هيكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل الله تعالى. شوف هنا الإصابة، شوف دقة التصويب، شوف الكتف مباشرة. وهنا طبعا مترصد في وقت الفجر. شوف السهم يخترق وينزل في التراب، ينزل في التراب، شايفين؟ ينزل في العشب. شوف هنا مجموعة من زبائن الرنة. شوف شوف هنا الصياد بيستهدف الذكر وصيب. شوف هنا عاد صيد في فصل الشتاء. شوف هنا السم اخترق الرنة ونزل في السلج. شوف هنا مجموعة من الظباء،
شوف شوف هنا الصيد في جميع فصول العام، الشتاء والربيع والصيف والخريف. شوف هنا في وقت الفجر إصابة دقيقة. شوف السهم اخترق ازاي بسهولة، وهنا الرنة هنا بتشرب من برميل الماية زي ما انتم شايفين. شوف هنا السهم يعدي منها وينزل. شوف هنا في الفجر شوف الإصابة في الكتف، وهنا زي ما انتم شايفين واخد وضع استعداد من فوق الشجرة. طبعا هنا بيركز هنا على الرئتين والقلب. طبعا هنا السهم اخترق، شوف نزل في العشب. شوف هنا مسافة بعيدة. شوف صدره. شوف هنا شوف في الصدر مباشرة. هنا معظم الصيادين بيصيدوا من فوق الشجر. ليه؟ لأن الرنة حيوان حذر جدا. يعني سبحان الله، حيوان كده أجل صوت بيسمعه يهرب. شوف 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 السهم طول. شوف لاحظ كيف العادة طول السهم. وهنا في الفجرية شوف هنا القيود إصابة قاتلة. شوف شوف حرك ساكن. طبعا الرنة هنا بتمشي. إصابة مميتة في مكان قاتل. شوف السهم التصوير البطيء. وينزل مباشرة على الرئتين. وهنا قدامكم الأي المرقط أو الرنة المرقطة. شوف شوف السهم يعني كاد أن يصيب العمود الفقري. شوف الفجر. شوف شوف شوف. سبحان الله وجها لوجه. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.